هلو جايز، مساء الخير، حياكم الله. فيديو جديد من فتح طلبيات الانترنت، معكم محمد دييغو. هذا الجزء الثاني للفيديو اللي قبله، اذا حابين تشوفونه تلقونه بالقناة. خلونا ناخذ انترو فيديو اليوم. هذه بلوزة نفسها هذيك، كم طويل، لكن هذه 3/4. حبيت، احسها وايد عجيبه. طالب منها لونين، راح تشوفون اللون الثاني يصير انفيرتد، يعني العكس منها. خامتها حلوه، احسها وايد بارده، واحسها باللبس وايد حلوه. تخيلوا ان حتى فوقها جاكيت رسمي. واي اللي حابين يشوفون هالقطع هذه متى البسهم، ترى مرات انقيهم بفقره شنو راح البس بقناتي على اليوتيوب. اللي بعده هذا اللون الثاني من القطع اللي تو عرضناها، هذا اللون الابيض، شوفوا. لا، هذا بالجزء الاول اعتقد راح تشوفون نفسها، لون اسود. حبيتها، حسيتها وايد حلوه. تخيلوا مع بنطلون اسود شيء وتشموم ليه فوق، او عادي انه مرات اذا اقدر انا اسوي كذي، احطهم بالطريقه الفرنش، حس وايد راح يصير شكلهم مرتب. وخامتها وايد بارده، وهني قاعد يبين معاكم، اعتقد اني انا مسوي كذي يا. بس انا فيني طبعا ان انا احب الملابس شوي تصير تايت، انه شوي تعطي ضيج من فوق ووسع من تحت، او ما عندي مشكله صارت شوي ضيجه من منطقه البطن، لان اشوى طيرنا الكرشه خلال التمارين بالنادي كلها. لافت ات. اللي بعده، اوه، احد الالوان الختاميه. توقعت موتي قهر، موتي قهر يا اختي الصغيره. شوفي اللون، شوفي اللون، شوفي شوفي شوفي. محسنة لوني المفضل لون الاصفر. هذولا انا ما عندي اي تعقيب عليهم، وعلى سعرهم طبعا. وخامتهم النارية، لفت ات، حبيتها. انا متاكد هنا انا مو بس قاعد اعطي ثمبس اب، لا قاعد اعطي 1 2 3 4 5 6 7. عجيبه 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 عجيبه. شيئا وقفوا، لا تنزلوا بعد الوان، لان هذول لازم يكونون عندي كلهم. اللي بعده عباره عن قطعه توب كاهي. هذه شفتوها بالجزء الاول، في منها الوان، او كنا بهالجزء هذا ما ادري، تابعوا الجزئين وكتبوا لي بالكومنتات اي جزء فيهم، لان انا مخربط. بس اي لون عجبكم من هذول اكثر شيء. عقبت على خامه هذه بالجزء الاول، كنا ما يتول الجزء. المهم ان هذه انا احسها عجيبه، وخصوصا انها تيرتل نك من هني يا. واللون حلو بعد، مبين هني عندكم. لون ثاني من الديب فينك، الديب فينك يا محسن، الديب فينك. شوف اللون الصيفي، شوفي شوفي شوفي. لا، انت اللي عندك غير، انت اللي عندك. انا طالب لك اللي هني يصير في تفخه، القصه هني مالتكم انتم البنات تصير في تفخه، احنا الشباب لا، تصير سيده هني. هم حلو. لا عزيزتي، اشوفك تجسين شيء من اغراضي، اقتلك 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 اقتلك. هذه عجيبه، تبين هني معاكم. هذه عجبتني طبعتها، غريبة، حسيتها وايد 60s، بس هم حلوة غريبة. شوفوا الطبعة، ما ادري منو حاطين صورته هني، اختي صابغة اشقر. مو كنا نفس طول شعرك صح؟ حلوة، وهم خامتها مو الطبعة الحرارية وباردة، محسنة وحلوة صح؟ شوف، انا احب الاصفر، فعشان شي طلبتها، هم عجبتني، موفقة هني هني، ما ندري. القطعة اللي بعدها، ما شاء الله ما تشوف الأغراض وايد بالصندوق هذا، لأن هالطلبية هذه سعرها تخيلوا 99 دينار بس على كل هالأغراض هذول. أوه، حبيت حبيت الخامة، فلفت. شو طالعين شي عجبتك؟ ها، قلت لك أعرف أنقي أنا. حبيت حبيت حبيت. I love I love I love. وايد موفقة، بس هذه طبعا للشتة ما تنفع للصيف، حتى لو نص كم. حبيت، موفقة. لو في منها أسود بعد، بس ما في بالموقع. اللون الختامي، اللون الختامي الأخضر العجيب، الأخضر حلو صح؟ تخيل لو زرقة، محسن أنت تعشق اللون الأزرق. حبيتها، قاعدين تشوفونها هني، أنا متأكد 100% أنا قاعد أعطيها ثمز أب، لأن هذولا وايد عاجبيني يا. حلوة، والفينك الديب نار. كومونو، أعشق الكومونوات. تحبين الكومونو؟ إي، سأليني بالكومنتات ليش أختك الصغنونة ما تبطل لها قناة، تستحي، ولا كان عادي صح؟
هذا الكومونو البحري شوفوا انا متاكد انه عاجبني لان انا اعشق الكومونوز عجيب عجيب وبارد بارد وصيفي طبعته صيفيه محسنه شوف الكومونو حلو صح يصير كنا كارديجان بس هذا كومونو يعتبر لبدت بس براندو مو من عند شي ان تجميع مكان ثاني موفق لون اخر من البيسكس انا ما اخذهم الظاهر هذول كان عليهم شو اسمه ديسكاونت صاير الظاهر عشان شي ما اخذ كل الالوان حلوه البرتقاليه الاورنج والافوك هذا بعد تيرتل نيك ونفسهم شفتوا اخوانها وربعها فيني طبع اللي ان اشتري اللون من كل شيء ليش لانه يكون عندي على الاقل مصفوف بالكبت وبيسك هذول ما يحترقون وما تطيح موضتهم واساسا منو قال انا امشي ورا الموضه يعني انا امشي ورا الذوق اللي يعجبني يعني كستايل تركيبه بروحي فعشان شي يكونوا موجودين عندي في الكبت واعرف متى يعني ما ودي اوقف بالكبت واخشى ودي البس هذه واقول اح ليش ما عندي لون برتقالي لو عندي لون لا موجود كاهو الموجود البرتقالي عجبني يا ولد هذا الشورت سترايبت عجبني ووايد قاعد اهبب بالملابس المخططه ليش شي لزقته هني نزلي تحت حلو صح محسنه بص خذيتها بعرض بكم صار ربع دينار تخيل والله كم ربع دينار بالريال يا جماعه كتبوا لي بالكومنت تحت ابي اعرف التسعيره بربع دينار تخيلوا موفق جدا هذول من البلايز السمري بيتش حبيتها نايس نفس اللي بالجزء الاول روحوا شوفوها حلوه صح الخامه مثل ما تشوفون مو طبعة حرارية الخايسة هذه اللي تحكحك واللي تلمع بالتصوير لا هذه القماشة كذي هم طابعين عليها حلوة وحلوة باللبس أحس هني قاعدة تطلع لأن هني وايد موفقة وهم تستاهل بوسة أنا أعشق هدومي أنا عاملهم معاملة عيالي صدق والله وإن شاء الله جولة الكبت أعتقد يمكن كنا نزلت بالقناة يا اللي بعده القطعة هذه في منها وايد ألوان لكن مخلصة قياساتي فعجبتني عندي ويا بالأجزاء القديمة عندي كان لون منهم بس احتجت أن أخذ هاللون هذا حسيته حلو شوف شلون الستريتش وهم الطبعة مو حرارية create أورنم chat ما أدري شنو هذه dream create dream chat أنا متأكد هنا أنا قاعد أعطيها شي thumbs up لأنها حلوة باللبس أحس إذا شخص أسمر لبسها أحس وايد راح تصير حلو عليه صح؟ اللي بعده هذه القطعة كنا في واحدة هناك حمراء وهذه لون ثاني يا اي ثينك بس بالصورة اللي انا لقيتها مو مكتوب امور ليش وصلتني مع امور ها شيء غريب بس هم ما عندي مشكلة يعني حلوة الكتبة اللي مكتوبة بس حلوة حلوين 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 حبيت واللون اللون وايد صيفي كنا من هذول الاثاث المودرن لما تحط ابيض وتدخل معاها لهاللون حبيت 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 اي واللي يسالون عن مينا مينا يابت عيالها بس ما ادري هالفيديو متى بينعرض يا ياب الثلاثه صغار غمج ولا واحد ابيض منهم على لونها عموما هذه موفقه هني هني شو مبين ما ادري مثل ما ذكرنا كذي نار كذي لا كذي يبي لها تصليح القطعه الختاميه الا وهو شورتس بحر انا قبل كنت ما اعرض مايوهات البحر لان انا دائما البس السبيدو اللي يصيرون مو شورتات فاحس ان من غير اللائق ان الواحد يعرضهم الا اذا كان في لهم غرض معين بحمام سباحه وغيره من هالامور لكن هني هذا راح اعرض لكم اياه حلو حسه فريش عجيب مو حب الفاكهه شي طبعات ملوتها خصوصا ان اختي صغنونه بعد تعشق الباينابل طبعات الباينابل صح يا انا احب طبعة الفاكهه وحلو حلوه طبعته ومحسنه على بيتزا قال على بيتزا عموما هذا موفق 100% انا متاكد يا عموما يا جماعه هذه كانت طلبيتنا من موقع شيئا خلص البوكس يس 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 كاهو خلص ما في شيء
ترقبونا إن شاء الله فيديوهات أخرى سواء كانت من طلبيات أو كوثتاش أو شنو راح ألبس أو شيء متنوع على قناتي باليوتيوب. إذا حابين إنستغرامي هذا إنستغرامي وموجود برابط الوصف تقدرون هناك تتابعوني أول بأول. ومرات لما أسوي تصويت حق بعض الأشياء اللي تنزل حق اليوتيوب على حسب اللي أنتوا تبونه. شاوت أوت حق هذا الكومنت مثل ما قاعد تشوفونه، ثانك يو على الكلام الطيب. وإن شاء الله نشوفكم في فيديو قادم. وبعد ما نخلص إذا في فيديوهات مقترحة عجبتكم شوفوها، ولا تنسون تسوون سبسكرايب حق القناة ولايك وشير. كان معاكم محمد دييغو، much love and respect محمد دييغو، bye bye.